السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. الفصاحة القانونية، صناعة الخطاب الشفهي القانوني يختص بها كل القانونيين بلا منازع ولا مدافع. كيف؟ انظر إلى السلطة التشريعية. السلطة التشريعية لابد وأن تتحدث وأن تتخاطب وأن تتشافه حتى يناقشوا التشريعات، حتى يناقشوا مضمون التقنينات، حتى يتواصلوا ويتصلوا ويتفقوا على ما فيه صالح الناس، صالح المجتمع، لأنها سلطة أساسية، إحدى سلطات القانون الثلاثة التي لها السيادة والتي تحكم، السلطة التشريعية. وعليه فلا مناص ولا خلاص لأعضاء هذه السلطة من صناعة الكلام القانوني أو الخطابة القانونية أو المشافهة القانونية. وقوام هذه الصناعة هو الدقة والوضوح والسلاسة، وهذه ما يمثلها علم الفصاحة القانونية. ثم انظر إلى السلطة الثانية، ألا وهي سلطة القضاء، سلطة الحسم. الأعمال القضائية كلها تدور حول المكاتبة والمشافهة، فالفصاحة القانونية بالنسبة للسلطة القضائية متوجبة لازمة بأكثر مما هي لدى السلطة التشريعية. كما قلنا، أعمال السلطة القضائية تدور ما بين مكتوب وما بين منطوق، ما بين بنائي صياغي محرر وما بين ما هو لفظي قولي مشافه مخاطب به. ثم نأتي إلى السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية الإدارة العامة للدولة، الحكومة. هذه الحكومة ماذا تصنع؟ تصدر قرارات، أي مكتوبات قانونية تحتاج إلى الفصاحة القانونية للبيان والتبيان والبناء والصوغ والنظم في قراراتها، حتى تغدو القرارات صحيحة نافذة وتنجو من مقصلة الإلغاء الإداري في المحاكم الإدارية، تنجو من دعوى الإلغاء، تلك الدعوى ذات العمومية، تلك الدعوى القاطعة التي تلاحظ القرار الإداري في مشروعيته وفي شرعيته وفي نكوله وانحرافه عن مقتضى الشرعية وعن مقتضى المشروعية، كما هو معلوم لدى السادة القانونيين. وكذلك من أعمال السلطة الإدارية أيضا التنفيذ، والتنفيذ يقتضي تعاملا مباشرا مع الشعب، مع الناس. هذا التعامل، وخاصة على المستويات العليا، بداية من رئيس الدولة، ثم رئاسة الوزراء، ثم الوزراء، ثم المسؤولون الكبار، هؤلاء جميعا يواجهون الجمهور، يواجهون مخاطبيهم بلغة رسمية قانونية. هذه اللغة الرسمية القانونية نسميها الخطاب القانوني الشفهي الرسمي. وهذا الخطاب القانوني لابد وأن يقوم على مبادئ وعلى قواعد قانونية وعلى أدوات ووسائل وسبل انفعالية عاطفية لغوية، قوامها قائم وكائن في الفصاحة القانونية. فإن كان المسؤول فصيحا بليغا ذا خطاب قانوني يتحلى بالفصاحة والضلاعة، حاز خطابه الاستماع والانصياع والقبول، وبالتالي تحقيق رسالة السلطة الإدارية. وإن كان غير ذلك جانبته الفصاحة، ستنفر عنه الأسماع وستنفض عنه الجموع، وبالتالي قد يحدث ما لا تحمد عقباه من التسخط والتذمر والتجمهر والتظاهر إلى غير ذلك من الأشياء التي نسأل الله أن يقي أوطاننا العربية ومصرنا الحبيبة جميعا من دروب الفتن والفوضى والضياع. ولله دره أبو العلاء المعري لما قال: من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، ومنهم من قوله كالحق
الحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. انظر الألفاظ، المقالات، القالات، الخطابات القانونية واللغوية والاجتماعية، منها ما هي لؤلؤ، وهذا اللؤلؤ قوامه فصاحة، صناعة الفصاحة في المرافعة والصياغة. ومنهم من قوله حجري، دبشي، صخري، يقال فيلغى ولا يحفظ. دمتم فصحاء بلغاء ودائما إلى العلياء، وتفضلوا بقبول فائق تحياتي ومحباتي، محبكم دكتور محمد عبد الكريم الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.